تشتهر قرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية بزراعة محصول الفراولة الأورجانيك. ينتج الفدان هنا ما يقرب من 16 طناً، وتأتي مصر في المركز الثالث عالمياً في تصديره طازجاً. مزارع الفراولة أنا مشهور بيها من زمان طبعاً، من سنين من أيام أجدادنا يعني. لأن سبب الشهرة إن إحنا بنزرع الزراعة دي أورجانيك، زراعة بتاخد سماد الطبيعي بتاع زمان بتاعنا، عشان ما نضرش الناس اللي هي بتشتريها. لأن أنت في سوق ممكن بتشتري فراولة ما أنتش عارف دي يعني أساسها إيه. يعني البلد المحسمة القديمة دي بتتشهر من زمان بالمانجا، خد بالك حاجة اللي هي المانجا الإسماعيلاوي والفراولة. من يوم ما بدأت الفراولة فيها، وكانت الزراعة الأول عبارة عن ري غمر عادي خالص، بدأت الوسائل الجديدة بقى والحديثة في الزراعة باستخدام خراطيم الري، شبكات الري. طبعا دي هي بتزود التكلفة علينا، لكن هي بتحافظ على حبات الفراولة نفسها، لأن الغمر طبعا بيختلف شوية، المية ممكن تبوظ حبات الفراولة. الفراولة عندنا بيسموها الذهب الأحمر. ليه؟ عشان الفراولة دي بيستنوها من الموسم للموسم. تبدأ زراعة الفراولة عندنا في شهر 9، تمام؟ تبدأ بقى عايزة عناية يعني معينة وعناية فائقة، لأن شجرة الفراولة نفسها شجرة حساسة جدا. لو أنت غلطت في أي حاجة في تسميداتها أو في أي حاجة في رشها أو في أي حاجة غلط، هتأثر على الشجرة، ممكن تنهي على إيه؟ على الشجرة نفسها. لكن إحنا يهمنا زيادة الإنتاج يعني. مجرد الحباية بتكبر تبقى أخضر زي ما حضرتك شايف كده، تمام؟ بعد كده أول ما بتيجي تحمر الحباية بنبدأ نجمع، نعدي الثلاث أيام، نسيب ثلاث أيام تانيين نبدأ إيه؟ نجني الزرعة. هو بشغل عمالة فعلا، لأن إحنا الفراولة عندنا هنا كميات، فبتبدأ تتلم الفراولة تخش على مجمعات، كويس كده؟ مجمعات دي بتشغل ناس كتير، وبالذات الحريم نفسها، يعني كل واحد عنده مراته عنده بنته وكده، بتشتغل يوميا في الموضوع إيه؟ إزالة الورقة الخضراء على الفراولة اللي هي التأميع، بنسميها تأميع، عشان بعد كده الفراولة بتروح على المصانع تتغسل وبتخش تجميل، فده بيزود عندنا يعني أو بيحل أزمة الأيدي العاملة.